يا ناس يا عالم، 12 سنة من 2010 2011 ولهلا، وسوريا متعاني من الحرب ومدمرة أساسا، ثلاث أرباع سوريا مدمرة، وهلا رجعنا بال 2023 وصار موضوع ما بقى دخلوا لا بحرب ولا بشي. عشنا بأسوأ أنواع الحياة وعشنا بأسوأ أنواع الظروف، وبحصار لا مازوت ولا أكل ولا شرب ولا كهرباء ولا دفع. الناس ببيوتها كانت بردانة، الناس ببيوتها كانت بردانة، هلا صار موضوع إنساني بحت، موضوع زلزال زلزال، شيء لا يعقل اللي صار. أرجوكم من الجميع من الجميع يشارك هاشتاغ انقفوا العقوبات على سوريا، أي شيء بسيط ممكن يساعد إنه الدول تساعدنا. نحن بحاجة لمساعدة، نحن بحاجة هلا إنسانيا لأنه الناس تساعدنا، نحن هلا بحاجة لناس تشيل الناس اللي ظلت تحت الأنقاض، في أولاد وفي هلا عالم ممكن ينقذوا ممكن يعيشوا، وساعدوا الناس اللي صارت برا، اللي طلعت بلا بيوت، الناس اللي هلا قاعدة بالشوارع، الناس اللي صدقا ما عندها أكل ما عندها دفا. نحن بسوريا ما عندنا كهرباء، نحن بسوريا ما عندنا مازوت، ما عندنا أقل بوادر الحياة لواحد يعيش فيها. رجاء من الجميع يلي عندي بس يعمل هاشتاج أوقف العقوبات على سوريا، أي تصرف بسيط ممكن يحرك المجتمع الدولي لحتى يساعد هالبلد، يساعد بلدنا، يساعد هالتفاصيل اللي نحن بحاجة إنه تتساعد. وعلى القليل ممكن يصير في تبرعات، في أمور كثيرة ممكن تتساعد فيها، وصار ناس تبرعت وعطت، ولكن رجاء ما حدا يتبرع من ما كان. عم تسرق حتى التبرعات، حتى بهالموضوع في بشر ما عندهم اخلاق. رجاء من الجميع اللي بده يتبرع واللي بده يعطي للناس نفسها المحتاجه، الناس نفسها اللي بسبب الزلازل صارت بلا بيوت، بالشوارع قاعده بهالبرد، قاعده تحت المطر، في ناس قاعده بلا اكل. رجاء يصير المساعدات، رجاء بدنا من الكل يدعم، بدنا من الكل يساعد هذا البلد. بلدي تعبان كثير كان وهلا تعبان زياده لانه الموضوع كثير مخيف، في ناس بلا بيوت صارت وناس لا هلا تحت الأنقاض. رجاء من الجميع اللي بيقدر يساعد بكلمة، يساعد لو كان على الإنترنت، لو كان على السوشيال ميديا، أي شيء ممكن يحرك الرأي العام لحتى يساعد بلدنا. بلدنا بحاجتكم وبحاجة كل حدا فيكم. رجاء من الجميع من الجميع يقدر ولو بكلمة، القادر أن يبعث بطريقة، يعرف لمين يبعث، يعرف لمين يساعد، للناس المحتاجة اللي ضلت بلا بيوت بهالبرد وبهالظروف. نحتاج لحتى تنشال هالأنقاض، على القليل بس تنشال هالأنقاض وننقذ الناس اللي لساتهم عايشين وعم يصرخوا تحت الأنقاض. بتمنى من الجميع يساعد، بتمنى من جميع الدول اللي موجود معنا، بتمنى من الناس اللي موجودين على الانترنت بس يحركوا موضوع الهاشتاج اوقف العقوبات على سوريا وهاشتاج انقذوا سوريا، لانه سوريا هلا بحاجه ومدمره كليا. فاهلنا بلادية بحلب بادلب باغلب المحافظات السوريه اللي صار فيها الزلزال المدمر، رجاء 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 نحن بحاجتكم وبحاجة لدعم، بحاجة لدعم مادي ودعم إغاثات، حتى بحاجة لمعدات تنشال الأنقاض، تزبط البيوت لترجع الناس لبيوتها بطريقة ما. الأمور كتير صعبة، رجاء من الجميع يساهم ولو بكلمة.